منطقة مهمة هي منطقة قلبي الدفاع ياسر ابراهيم ورامي ربيعة. المنطقة دي حصل فيها تغييرات نظرا لاصابات زي ما حضرتك قلت، اصابات رامي ربيعة في وقت من الاوقات، ياسر ابراهيم دخل، خالد عبد الفتاح لعب، يوسف ايمن في بعض المباريات لعب، اشرف داري في بعض الدقائق، فما كانش فيها استقرار المنطقة دي. نتج عنها لما نشوف ارقام النادي الاهلي، 3 مباريات في الدوري، 3 اهداف تم تسجيلهم في شباك الاهلي، هدفين في مباراة سيراميكا والمباراه الاخيره امام الاتحاد، شفنا في مباراه استاد ابيجان دخل 2 هدف في النادي الاهلي. تقلق من الارقام دي ولا؟ لكن النهارده بعوده ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، الاستقرار على منطقه قلب الدفاع يكون فيه اطمئنان. لا طبعا، لما يكون في استقرار وتفاهم وثبات في الاسماء بيعطي مزيد من الانسجام. وكل لاعب بيقدر يفهم تحركات زميله، بيفهم افكاره من غير حتى الكلام، يعني ممكن يبص كده يعرف زميله هيروح فين، لان المركز ده اكتر مركز بيحصل فيه سويتش. سويتش يعني ايه؟ لما الفريق يهاجم يقابل مهاجم راس حربه وجاي راس حربه تاني، بيبقوا 2 2 على 2 مدافعين، مين يمسك ده ومين يمسك ده؟ لازم يكون في تفاهم. لو الاثنين مهاجمين متفاهمين وعندهم ذكاء يعملوا سويتشات، تغيير المكان، هنا يحصل فيه اللخبطه اللي احنا بنتكلم عليها. انا ماسك واحد والواحد ده راح الناحيه الثانيه، راح ناحيه زميل الثاني راس الحرب، اي قلب الحرب، قلب الدفاع الثاني، هل اروح معاه ولا استنى اللي جاي؟ هنا بتحصل الاختراق. ليه؟ لانه التفاهم بيكون مهم ومطلوب، منعدم او بسيط، وبالتالي فالكلام بينهم هما الاثنين يعني مش بس بالعينين، يعني ممكن يكلمه يقول له خد اللي جاي لك، خلاص استنى انا مكاني وهو استنى مكانه. لانه اكثر مشكله تقابل المدافعين هي السويتشات بين رؤوس الحربة او بين راس الحربة ولاعب جاي من نص الملعب مخترق. فريق البنك الاهلي عنده كارت بيلعب بيه، الكارت ده اسمه محمد ابراهيم. محمد ابراهيم ده متحرك من تحت، لعيب بدون عنوان. وانا اخشى دائما في شغلي، انا كنت اخشى اللعيب اللي بدون عنوان. ليه؟ لانك انت صعب تمسكه، يعني تقول لفلان امسك ده، طب هياخده يوديه ناحيه اليمين، طب انا لو رحت يمين يبقى المساحه بتاعته فضيت، يبقى ممكن يحصل فيها اختراق. طب لو طلع قدام راس حربه، انا بلعب نص الملعب مثلا، هرجع معاه هبقى قلب دفاع، يبقى انا غيرت الوظيفه بتاعتي. فهنا تحصل فيه مشاكل كتير. محمد ابراهيم لاعب مزعج، نشيط، عنده رؤيه في الملعب، مهاري، جريء، مقاتل، في مواصفات كتيره موجوده، لكن ممكن كل ده يتحل في الملعب بعباره اللي يجي عندك امسكه. بمعنى ايه؟ انا ماسكه هنا، راح هنا يبقى مش هروح معاه، امسكه يروح اللي جنبه يمسكه، زميله التاني يمسكه. لو في معاه مان اساسا وبقوا 2 ضد 1، زميله التاني يمسكه، او راس الحربة اللي واقف قدام شويه ده قريب منه يقوم ينزل يعمل اضافه، يعني لها حلول. لكن الأسوأ ما يمكن يحصل انك تسيبه فري يلعب براحته، يبقى ده هيعمل لك مشاكل كتيره طول المباراه. تمام.